الأسهم اللي كلنا شايفينها ده هي باتجاهاتها المختلفة، هل ممكن كتابتها من لوحة المفاتيح؟ فاصل قصير وهنوري حضراتكم إن شاء الله إزاي نكتبها من لوحة المفاتيح بمنتهى السرعة والسهولة والبساطة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إزاي نكتب الأسهم من لوحة المفاتيح؟ آدي لوحة المفاتيح أهي. كل اللي هنعمله باختصار ونخش في الموضوع على طول، صوبع على مفتاح ألت ونبدأ نضغط على الرقمين متتاليين من اللوحة بتاعت الأرقام اللي في الجنب ده. هنبدأ نعمل الكلام ده ازاي؟ أول سهم عندي هنضغط من لوحة المفاتيح على مفتاح ألت ثم الرقمين بالتتابع 2 4، يعني صوبع حطه على مفتاح الألت وبعدين وصبع ثابت على الألت نضغط على مفتاح 2 والمفتاح اللي عليه رقم 4، هنلاقي السهم تعمل كده اهو اللي هو الاتجاه الاعلى دي. طيب السهم الثاني عكس دي، نضغط على الت ثم 2 5 هيديني الاتجاه الاخر دي. طيب السهم اللي بعد كده هنضغط على الت ثم مفتاحي اللي عليهم رقمين 2 و6 هيعمل لي السهم اللي هو اتجاهه يمين. طيب السهم الثاني اللي اتجاهه شمال هنضغط على الت ثم مفتاحي اللي عليهم رقمين 2 و7 هيعمل لي السهم دي. طيب فاضل ايه بقى؟ الت ونضغط على مفتاحي 2 و3 هيعمل لي السهم المزدوج اللي هو ده اهو. فاضل سهم كمان هنضغط على الت ثم مفتاحي 2 و9 هيعمل لي السهم النايم اللي هو بالاتجاهين بالمنظر ده كده. يبقى انا كده ممكن نكتب الاسهم من لوحه المفاتيح بدل ما نروح ندور عليها في الرموز. نتمنى الفيديو يكون افاد حضراتكم ونتمنى دعمكم، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في نهايه الفيديو اذا عجبكم الموضوع الرجاء التكرم بالاشتراك في قناتنا على اليوتيوب بالضغط على اشتراك او سبسكرايب، وبعدين نفتح السهم ده ونضغط على الكل ليصلكم جديد القناه، ثم الضغط على اعجاب او لايك، ثم مشاركه الفيديو او شير.